أخبركم بأني بعدما أنتهي من صلاتي أدعي بالدعاء الآتي، فأقول: اللهم تقبل صلاتنا وطهر قلوبنا وارحم والدينا واغفر لأمواتنا وفرج همنا وارزقنا بالخيرات واغفر للمؤمنين والمؤمنات. أدعي بهذا بعدما أنتهي من الصلاة وبصفة دائمة، فهل هذا الدعاء يجوز أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. أما ملازمة هذا الدعاء والمداومة عليه هذا غير مشروع، لأن هذا لم يرد فيما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. أما إذا دعوت به بعض المرات ولم تلتزمه دائما فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.